حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف وأتعاب المحاماة وإعادة التحقيقات من جديد في النيابة العامة لوجود شبهة في تلفيق التهمة للمدعي عليها، مع حبس الآنسة قطر عزوز السيد 24 ساعة. رفعت الجلسة. يا لهوي انت متاكد يا ملقط اللي انت شفته هو اللي في التصويره ديت؟ بقول لك هو يا صلقط، هو يا جدع، بس ده بنضاره، انا شايفه بعناية دول اللي هياكلهم الدود وهو داخل المحكمه. على فكره دي هتبقى اسهل عمليه عملناها، عمليه خالصه مخلصه، فلوسها مضمونه وما لهاش لبش بالحكومه خالص. اهو هتجيب شفتني قطر وانا بترافع ادي اخره الرغي. هات البطاقة، هات البطاقة. ايه بتاع التموين هي؟ طب يلا بينا بسرعة. طب اتحرك، مستني ايه؟ يلا بتحرك اهو. يلا يا جدع. انت يا حيوان يلي المفروض تسوق حمارة مش عربية. انتوا عارفين قانون المرور بيقول ايه؟ المادة رقم واحد من المبادئ العامة تنص على أن لسائق المركبات ليس الشارع ملكك وحدك، وأنه لا يجب التوقف فجأة غير في الأماكن المخصصة لذلك. يرمد ولسانك طويل، يرمد ولسانك طويل. بقولك إيه، أقسم بالله أحبسك، أنت مش هتبقى أغلب من خطيبتي. ها المادة رقم 13 بتقول يا عم؟ لا 13 ولا 14. طب المادة 15 بتقول 15 ولا 17؟ شيلوا معايا الصرف. يا ابني شيل إيه؟ إيه ده؟ ده خطف بالإكراه والقانون ينص على أنه أنا عارف مين اللي مأجركم. عربيتي بقولك إيه؟ أنا عارفكم كويس وقت الغام. سكتوا يا بلعت أنت. سكتوا عليا. حاضر. يلا يا صالح استني. يلا يا هلا. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. يا دي النور، يا دي النور. هحضر الغدا عبال ما فاطين وقطر يجوا من المحكمه. يا ريت يا ست غاليه، لحسن الواحد على لحم بطنه والله. عزوز والله الواحد شبعان الحمد لله. المهم يا غاليه اقعدي. هي بنتي ايه اللي مودياها المحكمه؟ كانت شبطانه وعايزه تشوف فاطين وهو بيترافع. ما هي قايله لابوها يا شاطر. يعني ما قلتليش يا عزوز؟ انا لا، ما انا كنت ما قلتش والله، عشان اصل لك رؤى. حاضر. المهم يا غاليه، فلوس الشبكه اللي احنا هننزل نشتريها جاهزه ولا محتاجه فلوس؟ جاهزين يا اختي، 5000 جنيه. هو انا عندي اغلى من فاطين ابني؟ 5000 ايه؟ لا يا حبيبتي، ده انا بنت اصول وما تشبكش باقل من الماس. على قدهم يا اختي، وبعدين لو قطر طلبت عيني ليها ان شاء الله حتى بعلها الارض البحريه بتاعتي. خلاص يا ست غاليه، مفيش بتاع الكلام ده، احنا بنشتري راجل. خلاص يا حبه عيني، الراجل يدفع. الراجل يدفع صح. اقصر الشر يا شهر، خلي العيال تفرح. خلي ابنك انت يبحبح ايديه شويه، هرد على التليفون وارقلك. الو. ايوه يا اخويا، احنا اللي عاملين الاعلان. لقيتوه؟ لقيته شوي؟ ليكوا الحلاوة، ليكوا كل اللي انتوا عايزين. مستنياك يا اخويا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله. خير يا ست غالية؟ سامعك بتزغرطي، حصلت حاجة وحشة؟ ابني شوي اللي كان تايه وهو صغير، لا اقول الحمد لله. وصل يا حاجة. ابني، ابني حبيبي. ابني ضنايا حبيبي. انا امك يا ابني. تعالى حبيبي، تعالى يا قلبي من جوه. حبيبي، حبيبي يا ضنايا، حبيبي. مالك يا ضنايا؟ مالك يا حبيبي؟
اخوي. ما تقلقيش عليه يا حاجة، اصل المشوار كان طويل. ايدك بقى، ايدك بقى على المكافأة. عينيا عينيا، كل اللي طلبته اهو. مبروك يا حاجة، السلام عليكم. الله يبارك فيك. انا اتبهدلت قوي يا امي، اتبهدلت. خلاص بعد النهارده مفيش بهدله، رجعت لحضن امك يا حبيبي. انا فين؟ وايه الناس دي يا امي؟ دول جيراننا وحبايبنا فرحانين برجوعك، ودلوقتي فاطين اخوك يجي وهيفرح قوي برجوعك. كلنا فرحانين بيك يا شوقي يا ابني. شوقي يا عم عزوز، في انت كمان مالك؟ بسم الله ما شاء الله، لسه فاكرني يا حبيبي؟ فاكر ايه؟ فاكر ايه بس يا عم عزوز؟ في ايه يا اخوانا، مالكم؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ انتوا مش عارفيني؟ انا فطين، فطين ابنك ياما. فطين ابني؟ يا مصيبتي. ايوه ياما، ايه فاطين ابنك يا مصيبتك دي؟ ايه ده، انتوا ايه هتولولوا عليا ولا ايه؟ انا مين؟ انا مين اللي جابني هنا؟ انا اخر حاجه فاكرها ياما ايوه العربيه وصلقت وملقت اللي خطفوني. وفين هدوم انا؟ فين خطفوك؟ ده انا اديتهم فلوس الشبك. يا لهوي. اما لما انت فطين، الفيلم الهندي اللي انت عامله ده فين بنتي؟ بنتك النحس محبوسه دلوقتي في الحجز. اسكتي بقى. بنتك في الحجز؟ يا لهوي. هو مش خلاص بقى كده يا باشا؟ لسه يا ميشو، هم خدوا صحيفه الحاله الجنائيه وراحوا على البحث الجنائي يكشفوا عليك. وحلني بقى، انت تخلص شويه الشاي دول وتخش تستنى في الحجز لحد ما يطلع التقرير. طب ليه بقى حجز؟ ما احنا هنا حلوين يا باشا. يا باشا انا ماليش فيه يا باشا. اقف اسمعنا الله يسترك والنبي. انتوا دخلتوا عليا الشقه كنت بظبط السخن والسائع بتاع السخان، دخلتوا عليا وانا في السخن والدنيا كانت، ولا قلت اقلع هدومي. مش كده يا بنات؟ كده. اسكت يا تمام، مش قدامي. طب يا باشا اغير هدومي، منظري مش حلو قدام البنات. مش كده يا بنات؟ كده. انا مش قلت اسكت وامشي قدامي؟ يلا اترص انت وهي هنا، اترصوا اترصوا. ايه اثبت شات مكانك. يلا التركي فوزي التركي، اسال عليا من المعصره لدار السلام جوه وبره وكورنيش النيل كله. وبعدين ما تجيب سيجاره انت هتقف تتفرج علينا كده ببلاش. سلام. ايوه معلش، هي اخر واحده بقى، ما تقل عليك. تسلم. يلا يا ميشو. مع السلامة يا ميشو. انت قادر رجولة ولا بحب الرجولة؟ اسمعي يا مهشيكة منك ليها، لما حد جوه يسألك كنت في الشقة بتعملوا ايه هتقولوا؟ عشان السخن والبارد. اموت فيك يا اسمر انت يا سخن. وش يا اخويا على السخان؟ ما بروح يا عم تكفيني على وشنا. الله صباح الفل يا رجالة. والامور بقى جايه ادب ولا صدار؟ لا تمريض يا رحمك، عشان اعلم عليك وديك خبزتين بس. خلاص يا رجاله خلاص، عندي حلقه انت يا عم. تيجي شوف حاجه يا هر حبيبي. من سلقط لملقط لنطط الحيط يا قلبي لا تحزن. روق يا ابني روق بس، خد اشرب شوية ليمون روق دمك. فداك يا ابني فلوس الدنيا كلها. انا بس كل اللي حاسس في نفسي اخوك شوقي، قلت خلاص رجع وهنتجمع من تاني. باين علينا منظورين يا فاطين يا ابني. قصدك منحوسين ياما؟ منحوسين هي، ما فيش غيرها البت قطر الندى دي، فقريت ابوها وجايه لنا احنا بقى علشان تفقرنا، ناقصاها هي. ما تصدمهاش يا فاطين، البت غلبانه وبتحبك. غلبانه؟ اسكتي يا غالية اسكتي، انت فاهمه حاجه؟ ده انت اللي غلبانه. اول مره اشوفها فيها العجله تنسرق، يوم قرايه الفاتحه العربيه تنسرق، يوم الشبكه فلوس الشبكه تضيع ويلهفوها سلقط وملقط. هو في كده؟ في كده بردك غلبانه، انما اللي تزغت في قلبها امها هي سبب كل البلاوي، ما بتقعدش في مكان الا ما بتفقره. بقول لك ايه يا ابني، يلا نروح لقطر في الحاجز دي، برضه خطيبتك.
برضو مش رايح يلا، والجوازة بقى دي مش لازماني. عشان خاطر يا ابني عايزين نفرح، هو اللي عايزني اموت بحسرتي قبل ما افرح بيه. بعد شر عليك يا غالية. حاضر هقوم بقى وربنا يستر. الا صحيح، فين العربية مش مركونة تحت ليه؟ العربية؟ يا نهار اسود، دي العربية في الشارع عند المحكمة ياما. شفتي؟ علشان جبنا بس سيرة الغلبانة بتاعتك. يلا ادخلي البسي بقى كده علشان نروح نلحق العربية قبل ما تضيع هي كمان وتبقى كملت. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ منظورين والنبي منظورين. لما انت ما قلتليش بقى انت بتشتغل مع مين؟ بشتغل مع اللي قدرني. وايه اللي حدفك علينا هنا؟ الدنيا. انما انت سموك التركي ليه؟ اصلي بموت في التراكم، بينضفوا كده وبيبرقوا من غير ما يستحموا. يا سلام، تعرف مهند ونور؟ مين؟ انا شغلي كله ما بين تركيا ولبنان، عشان كده تلاقيني بموت في المزز وعزهم زي عينيا. ما هو باين يا تركي، عشان كده جابوك لحد هنا بالملايه. لما انت ما قلتليش بقى انت خارج امتى؟ يمكن بالليل. عايز حاجه من بره؟ لا، انا هياخدوني النيابه، هياخدوا مني كلمتين ويمشوني، ولو ما مشونيش يا سلام لو يحجزوني في زنزانه واحده مع الموزز اللي جيت معاهم. اخ بتكلم بجد؟ مش كلام بورش وماله ازايز ورغي على الفاضي. يا عم الراجل اللي انا شغال معاه تقيل قوي، مش هيسيبني مرمي، فهيظبطني ويطلعني على طول. انت لو عوزت اي حاجه ابقى عدي عليا، وبعون الله اعمل معاك الواجب والصح كله. يا ده انت الرجوله مرسوم على وشك. ماشي يا تركي.